thôi. Bên em trong những đêm mơ tuôn rơi, anh bỗng thấy cuộc đời sáng ngỡ. Và tình yêu lắm nhanh như thôi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa đưa. Đến cùng trời, đến cùng trời yêu thương. Lại quen, đi uống. Fais-toi. يجب على زوجات رجال الأعمال أن بصراحة ما فهمتش. بصراحة ما فهمتش. وأصبت بحالة من الذعر. الكلام المكتوب في الجورنال وأنا طبعا يعني بحيي فضيلة الشيخ إن أنت قبلت إن أنت تيجي ونناقش الموضوع على الملأ لانه موضوع حساس للغايه انا ما قدرتش اقراه. الحقني 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 يا فضيلة الشيخ. اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء ومصورين اعمل ايه؟ مالك ايه؟ مالي في الجورنال. New rule, and I shouldn't have to say this, but no, God does not want you to breastfeed your coworkers. Listen to this. A new fatwa in Saudi Arabia declares that women should breastfeed their male colleagues and acquaintances. That's right. In order to establish maternal relations and thus preclude the possibility of sexual contact. Because really, nothing says, let's just be friends. Like putting your tit in someone's mouth. We see the jihadist. One reason they don't get exposed is because they were afraid to speak out, because that's, it's the only because it's the that's only it. Religion that acts like the mafia that will fucking kill you if you say the wrong thing, I mean, draw the wrong picture or write the wrong book. So you do have I and Hersi Ali needs bodyguards 24/7. بس كده. فما كانش يقصد. ما كانش يقصد. هو قصده وقصده ساعات كان بيهلطط بالكلام. فما كانش يقصد. إنما هو قصده فبالظبط كده. فما كانش يقصد. إخواتي في الإيمان نحن في زمن الفتن. كومبارس ابتدى يتدور علينا احنا. ايوه يعني ما فيش قيم وما فيش اخلاق. ما عندهوش ايوه ما عندهوش دين بالظبط. حاجه هيفطرني في اخر رمضان اخر يوم في رمضان ومش فاهم غبي عقل قاصر اللي
مش بتردعه بالسدي، لا زي الضرب، مش ضرب ضرب، بالسواك بالظبط بالظبط كده. ايوه، فهو مش فاهم، في كوبايه بتجيبها وتعصر في الكوبايه. ايوه، ففي لغط. لو فهم الموضوع يحصل لكن على قلوبهم غشاوه بالظبط كده. ايوه، فما كانش يقصد، لانه ما كانش يقصد وهو كان قصده بالظبط كده. سعادتك، فما كانش يقصد وهو كان قصده، وسعادتي هطفب بالكلام. ويعني ايه هتكلم من الراجل ما يتكلمش يعني؟ ومن الاخر سنقتلهم ادبا ادبا، لان احنا دي للسماحه بالظبط. سنقتلهم سنقتلهم، مش عشان القتل نفسه، لكن علشان يعرفوا ان احنا سماحه بالظبط كده. احنا ما نقدرش نقتلهم، هم معاهم حصانه ونحن نقبل الاخر، لان هم احنا نعلمهم ان احنا عندنا حريات، لكن هنقتل الكومبارس بالظبط كده، ومش زي فركودة، لا بالمحكمه. عندنا رئيس سيسو قال من حق الانسان ان يعبد او لا يعبد، وده ما يصحش نخفي اطلاقا، انك مش من حقك تغلط بالظبط كده، ومش من حقك تعلن عن افكارك، والعلبه فيها فيل وفيها حاحه، واحنا السماحه هي كده. استنبا، لازم تفهم. ما فهمتش، مالك مباح وشغلك مباح، نطردك من الشغل بالظبط كده، وكلك مباح وعرضك مباح بالظبط كده. ايوه، من السماحه. شباب، قولوا ان انتوا بتهزروا. اللي يقرا كده بالعقل يتامل ما قاله الاقدمون، الاقيهم قاعدين بيهزروا، هلاقيهم قاعدين بيهزروا، قاعدين قاعده في وبيعملين دماغ وبيهزروا. قولوا كده. طب هقول لك على حاجه، ربنا ادانا عقل نحقي، ما هو في بياع الفاكهه بيجيب في حاجات فاكهه حلوه في الاول، انما اديت فيسلي حاجات معطبه، يبقى مفيش ضمير، مفيش ضمير. ما زي بولس قال لك الكذب في سبيل مجد الله حلو، فالغش برضه في سبيل مجد الله مش لذيذ، حرام برضو، زي الكذب لسبيل مجد الله والغش حرام. في حاجات ما تنفعش الا ان هي تكون فضلات طهره. فضلات. البشر كله نهيه.